الثلاثاء، وهو اليوم 52 على بدء الاشتباكات في مخيم نهر البارد، أي تطور مفصلي جديد. وبدا المشهد العسكري والميداني شبيها بالأيام الماضية. بدأت المعارك عنيفة فجرا بعدما أحبط الجيش اللبناني محاولة تسلل لمقاتلي فتح الإسلام باتجاه أرض زعتر القريبة من مدارس الأنروا على الواجهة الغربية للمخيم. ثم تحولت الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي المركز ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى متقطعة تعنف حينا وتهدأ أحيانا أخرى. استطاعت خلالها وحدات الجيش من إحراز تقدم بسيط على بعض المحاور باتجاه بعض المباني الاستراتيجية في المخيم القديم، فيما كانت وحدات أخرى ترد على مصادر النيران من قنص وتدمر بعض التحصينات التي أقامها مسلحو فتح الإسلام في الأيام الماضية، واستخدموها لإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش وعلى بلدة المحمرة الواقعة شرق المخيم، حيث بدت واضحة آثار القذائف التي سقطت مراراً على البلدة في الأيام القليلة الماضية. وبالتزامن مع استمرار المواجهات وعلى بعد عشرات الأمتار من المدخل الجنوبي للمخيم لجهة المنيب حنين، كان الصليب الأحمر اللبناني وبدعوة من أهل المنطقة يقوم بحملة تبرع بالدم لجرحى الجيش اللبناني. الحملة نحن قمنا فيها بناء على طلب أهالي المنطقة، لأنه هن كتير مندفعين للجيش وبيحبوا الجيش، ونحن حنساعدهم مشان الجرحى تبعين الجيش، وإن شاء الله ما بقى نشوف ولا أي مكروه للجيش اللبناني الحقيقة. عملية سحب الدم للمرة الثانية عم بتصير، هذه طبعا تكملة لعمل فرق الإسعاف، ونحن أكيد بنفس الجوزية اللي بلشنا فيها من أول يوم، بعدنا نحن على كل محاور المخيم لتتخلص معنا هيدي القصة. العشرات من أهالي المني حضروا وتبرعوا بدمهم لجرح المؤسسة العسكرية. الحقيقة بعد الجهود الجبارة اللي قام فيها أبطال الجيش اللبناني بعملية لتطهير الوطن من بعض شراذة الإرهاب، كان لابد من هيك وقفة. أما على صعيد الاتصالات السياسية فهي لم تحمل جديدا، بالرغم من مساعي إعادة إحياء مبادرة رابطة علماء فلسطين، ما يعني حتما أن الضغط والإجراءات الميدانية ستستمر باتجاه استكمال الحسم العسكري. ولوحظ في هذا الإطار قيام الجيش اللبناني بالمزيد من التحصينات والتعزيزات. النائب السابق تمام سلام.